السلام عليكم ورحمة الله، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد وفيديو ان شاء الله نتمنى انه يعجبكم وتعجبكم الطريقة باش خيطنا جوهرة، ودائما نتمنى اني نجيب الجديد. شكرا على تعليقاتكم وشكرا على تشجيعكم، ونتمنى ان شاء الله دائما نكون عند حسن الظن ديالكم. وكيف ما شفتوا معايا جوهرة منبتة بطريقة راقية وجديدة، كيف ما شفتوا معايا هنا بطنت العنق فصلت جوهرة بلا من نحليها لا طوق لا والو، وفصلتها هكا عادية، وحاولت اني ندير ليها هاد شوية ديال الثوب او هاد القطعة هادي اللي درتها على كود الطوق اللي غادي نخيط او اللي غادي نبت، زكيتها بالبرا والخيط، وكيف ما شفتوا معايا هنا رقيق مهرس. حاولت اني نجيب الوان اللي هما باردين ويتماشاو ليا مع اللون ديال الجوهره. هنا على بركه الله بعد ما بطنت العنق وخيطته باليد، وبعد ما درت هذيك القطعه ديال الجوهره على كود البلاصه اللي غادي نبت بعد ما سرجيتها، وهنا بدينا على بركة الله. نتمنى تبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا جميع المراحل، وما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم دائما، وشكرا للجميع اللي كيتابعوني، ومرحبا بكم كلكم، وان شاء الله نتمنى تعجبكم الفكرة. كنمشيو بهالطريقة هادي، غير هو مني نبغيو نديرو المرمى من نجروش حقاش جوهرة الا جريناها بجد كتمازة. كنمشيو بهالطريقة وشوية علينا هادشي كيبغي شوية الخاطر، ولكن راه النتيجة كيف ما شفتو معايا جد رائعة وراقية. مول فين كنخدمو جوهرة هي كتصرعها غير الرانطة، ولكن هاد المرة حاولت اني ندير شي فكرة جديدة، وقلت علاش لا، ودرت هاد التجربة والحمد لله نجحات معايا. نتمنى النجاح للجميع ان شاء الله. كيف ما شفتوا معايا كنمشيو على حساب الزواقة. جوهرة كتكون فيها بزاف ديال الزواقات ان شاء الله. عندي جوهرة، عندي ناس حاطين عندي جوهرة بالاشكال، ان شاء الله غادي نحاول اي توب بغيت نخيطو غادي نحاول نشاركو معكم. ونمشيو بهالطريقة هادي حتى نساليو الوريضة اللي عندنا. هنا الخيط انا دايراه على جوج، ولكن دائما في المخدم كنهز جوج ديال العقيقات مهرسين كنمشي وكنعاود نرجع منهم باش كيطوب لينا الخيط، كيولي لينا لازم نوصل العقيقه على 4. بعد ما كملنا الوريضه دابا غادي ندوزو الوريضه اللي وسطها، حتى هي غادي نديرها بنفس اللون. بالنسبة للألوان كيبقى لكم الاختيار وعلى حسب الشكل اللي عندكم. إلا بغيتي ديري جوهرة بهذه الطريقة هذه ما تفتحيهاش من الوسط، يعني ما ديريهاش مفتوحة كلها من الوسط، كي يكون الثوب ما غاديش يكفاك مزيان. ولكن أنا درت لي درت الكمين درتهم 3/4، حاولت اني في التكفيفة ديال الكمامة شديت غير 1 سنتيم لا في الكمامة ولا في الطول ديال القفطان او القميص، حتى هو في التكفيفة ديال تحت ديال القفطان حتى هي درت فيها تقريبا في التكفيفة 1 سنتيم اللي شديت صافي بعد ما سرجيت الثوب. ونفس الطريقة كنمشيو مع الوردة اللي الوسط، الفيديو شوية طويل ولكن حاولت اني نمشي معكم في المراحل كلهم.
بالنسبة للتعمار كل كيبقى على حساب ذوقه في الطريقة باش غادي يعمرو. كيف ما قلت لكم ان شاء الله غادي نحاول اني نشارك معكم كل هاد الجوهرة اللي محطوطة عندي ان شاء الله. عندي توابت الجوهرة محطوطين عندي ان شاء الله، كل واحد غادي نحاول نخدمه بالطريقة باش مزوق او لا باش مرسوم. حاولت اني ندير هذوك اللون الوسط بنفس اللون ديال الرقيق، وما نجيبش شي حاجه اللي ثقيله باش تعطينا منظر وفي نفس الوقت ما تقلش لينا على الثوب. ودائما الحاجه اللي كتكون صغيره ما بين وبين كتعطينا منظر احسن، وكل ثوب كنمشيو معاه على حساب السمك ديالو او لا شحال هذا الفرق. ما عارف الجوهرات تكون خفيفه بزاف وحساسه اي حاجه كتقل ليها. هنا حاولت اني نقسم هذه الوريضه باش تعطيني منظر احسن، ونلعب بالالوان كيف ما بغيت. انا هنا درت ثلاثه ديال الالوان، هذا اللون اللي هو الديكرادي ديال القفطان او القميص رسمت به ودرت به الورده كلها، وهادو جوج الوان اخرين مختلفين عليهم هما باش عمرت الوريضه. دابا غنبدا نعمر الوريضه الوسطانيه، اما الفصل الاخر ما حاولت اني نخليه بهذه الطريقه باش تجيني الخدمه مفارزه وباينه. كناخذ جوج ديال العقيقات مرسين وكنمشي بالطريقه هذه، كنحاول اني نزلع هذيك العقيقات بهذاك اللون. هو لون كيشبه اللون باش خدمت الوريضه ولكن هو راه مختلف عليه، هو واحد الخضيضر ما هو قريب للثوب ما هو مهم دي غرادي ديالو ولكن مختلف على باش درت الوريضه. دابا غنبدا بهذاك اللون اللي هو كيتماشى مع هذا اللون، هذا الشيبي بارد دي غرادي ديالو حتى هو قريب ليه، ولكن كيبان ما هو غوز ما هو، المهم هذا اللون هو اللي كيتماشى مع هذا اللون ديال القفطان ولا اللون باش درت الوريضه. وكيبقى لكم الاختيار نتوما كاع البلايص اللي بغيتو تحاولوا انكم تنبتوا دوك الوريضات على حساب ذوقكم. انا هنا درت نص طوق، ونزيدكم انه هاد النبات انا جاني هو سهل من الراندا. بالنسبه للراندا كنخدم الراندا، جاني هاد النبات في جوهرة سهل شويه من الراندا، واذا جلستي ليه تقريبا بحال هاد الخدمه اللي درت انا في هاد القميص. الا جلستي زعما غير خدمتي في هذاك في القميص ما درتي حتى شي حاجه اخرى، غادي ديري فيه واحد 6 ايام تقريبا حتى 4 ايام كاع. هذا هو الجلد، ولكن خاصك تجلسي تخدمي في الصباح وفي العشيه بعد ما ديري استراحه. بعد ما كملنا الوريضه كيف ما شفتوا هذوك الوريضه الوسطانيه واحد الفاص دو فاص درت فيهم غير هذاك اللون اللي بالموف بارد او لغوز بارد كله كيفاش غادي كلي. والفاص الصغير درت فيهم جوج ديال الالوان اللي هو هذاك الخضيضر او لا شيبي ميل الخضوره مع الغوز. وهنا كيف ما شفتوا درنا لي سباس ديال
الرشمة كلها من الجناب، وبديت كنعمر النص ديال الوريضة اللي غادي في الجناب بنفس الطريقة باش خدمت الوسطانية. ونتمنى تعجبكم طريقة جديدة ديال الرندا لأول مرة. شفنا طريقة جديدة باش كتخيط الرندا من بعد العمارة مع الرندا، وهي نبات جهرة نبات، طريقة جديدة وراقية إن شاء الله غنتعلم فيها بزاف ديال الأشكال. نحاول نشارك معكم، نتمنى تدعيو معايا دائما وندعيو مع بعضياتنا، نوقفو مع بعضياتنا ويد وحدة ما كتصفقش. شكرا لكم على المتابعة، نتمنى دائما تحفزوني بتعاليق زوينة، وشكرا لكم ومرحبا بكم. وكيف ما شفتوا معايا كملت الرشمة من الوسط وفي الجناب بهذه الطريقة غنمشي وحتى نسالي. وكيف ما شفتوا معايا من تحت ديال الطوق غادي نشوفوا الطريقة باش غادي نخدمو في التحت ديال الطوق. بعد ما عرفت هنا درت تقريبا واحد 40 سنتيم باش هبط من عند العنق حتى للنص طوق. هنا جيت ودرت العقيقة، بعد ما عبرت بالسنتيم فين غادي تجي العقيقة في الوسط، ودرت هذيك العقيقة وكملت الخدمة بهالطريقة هذه باش كتجينا النص تاع الطوق من تحت عاطي منظر وكيجينا بهذا الشكل هذا. حتى حاجة ما واعره على البنات، المهم هو يكون عندنا الخاطر ونتفننوا. وكيف ما قلت لكم هنا الكمامة بعد ما نيت هذاك السنتيم باش ما يجونيش قرطيطين او يجوني قصار، وهنا فضلت اني ندير وحدة في الكمامة. الا بغيتو ديروا جوجات اولا طلعوا دوك الوريضات حتى للفوق حتى لهاد الكتف ماشي مشكل، المهم هو يكون عندكم الوقت وتفننوا نتوما كيف ما بغيتوا. وهنا كيف ما شفتوا العنق دوزت ليه العقيق بنفس الطريقه باش دوزته في الجناب ديال الوريضه، وحاولت اني نبطل العنق ونبطل النص ديال الطوق من الداخل باش يجيني واقف وما يجينيش هابط اولا اغلب لي. وشكرا لكم على المتابعه، ونتمنى تعجبكم الفكره، وما تبخلوش عليا بتعاليقكم وبارطاجيو مع الاهل والاحباب والاصدقاء. وشكرا لكم وفي رعايه الله، والى فيديو قادم ان شاء الله.